الرحيم. اليوم نحن هنا لندين هذه المجازر الصهيونية وهذه الاعتداءات الصهيونية الإرهابية، ولنقول لهذا الكيان الغاصب بأنه لن يستطيع أن يركع هذه الأمة ما دامت تتثبت بمقوماتها، وما دامت تتثبت بحقوقها، وما دام فيها أبطال من طينة رجال غزة، رجال المقاومة الذين اليوم يردون له الصاع صاعين ويجعلونه غير آمن، ليؤكدوا أن بداية انهياره قد حانت بهذا التطور الذي حصل اليوم. اليوم نقول بأن هذا الكيان كفى من استهتاره بكل القوانين الدولية، كفى من استهتاره بكل القيم الإنسانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمزة الخمسي من مدينة الرباط، العاصمة من الرباط. هنا نحن في وقفة احتجاجية ضد الكيان الصهيوني مع الشعب الفلسطيني، مع إخواننا في غزة وفي القدس الشريف. تحية للمرابطين في بيت المقدس، وتحية لإخواننا في حي الشيخ جرار. ونقول إن الله عز وجل سينتصر للمظلوم ويمحق الظالم، سينتصر المظلوم ويلحق الظالم. كل من يستعلي فوق الأرض الله عز وجل سينتصر للمظلومين إن شاء الله عز وجل في إخواننا. نحن لا نشك في فرج الله عز وجل، والفرج قادم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.